يلا بينا نفسه لي ولي بدأ المركز العالمي للخدمات الاجتماعية بالمرحلة الثانية من حملته والتي هي انتهت يوم الخميس الماضي في الجانب الأيمن، واليوم بدأنا بالجانب الأيسر. اليوم بدايتنا كانت من مجمع شقق الخضراء، وإن شاء الله سوف تستمر هذه الحملة لمدة 10 أيام تستهدف المجمعات السكنية العمودية والدوائر الحكومية الخدمية والمستشفيات والأسواق التجارية. هذه الحملة بالتعاون مع مديرية البلديات ومديرية ماء نينوى ومديرية الدفاع المدني وأيضا بتمويل من برنامج تعافي. نشكر كافة الأخوة اللي عيعملون معنا واللي معنا على الأرض واللي عيساعدونا في هذا الأمر، ونتمنى للجميع الموفقية، ونطلب من إخواننا الجميع ارتداء الالتزام بتعليمات خلية الأزمة بارتداء الكمامات وارتداء القفازات، وهذا هو حماية للجميع وعدم الجهات اللي ما مصرح لها بالخروج، عدم الخروج من المنزل، هذا حماية لهم.